بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الاستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 46 من سلسله شرح برنامج المايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم المقارنه بين ملفين من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. المقارنه بين الملفين من الخصائص المهمه جدا اللي موجوده في الوورد، واغلب المستخدمين للاسف ما يعرفوش عنها حاجه. في حالة ان انت عايز تتتبع تغير حصل ما بين ملفين، او ان انت عندك نسختين من الملفات عايز تقارن ما بينهم عشان تعرف اي منهم احدث او ايه التغيرات اللي تمت ما بين الملفين، بدل ما بتعمل الكلام ده بشكل يدوي هتستفيد من المايكروسوفت وورد في الخاصية دي. علشان تدخل على الخاصية دي بتدخل على ريفيو، ومنها هتلاقي كومبير. انا هاخد الاختيار الاول كومبير وهعدد له الملفين. ده الملف الاول، وهاجي هنا وهحدد له الملف الثاني. بعد كده هقول له اوكي. دلوقتي لما هو عمل الريفيو هو جاب لي بان التغير اللي موجود ما بين الملفين ان في الاسم ده تم حذفه في ملف، وتم ادراج الاسم التاني ده مكانه. فهنا ايش بما ان الشهادة هنا احنا بنغير في الاسم بتاعها، فتم تغيير اسم الطالب الاولاني علشان ندخل اسم الطالب التاني في الشهادة ديت. طيب انا هاجي هنا واقول له شو، وريني كده الملف الاصلي. فقال لي دلوقتي الملف الاصلي بالشكل ده، والملف اللي تم تعديله بالشكل ده. فهنا بيشرح لك ايه هي التغيرات اللي حصلت في الملفات. في حالة لو احنا عملنا اكتر من تغيير هيشرح لك هنا التغيرات اللي حصلت ما بين الملفين. بكده تقدر توفر وقتك ما بين ملفات حصل فيها تغيرات كتير وانت مش فاكر انه ملف منهم الاحدث، او ايه هي التغيرات اللي تمت داخل كل ملف من الملفين دول. تقدر بانك تستخدم الخاصية التانية لدمج التغيرات اللي موجودة ما بين ملفين في ملف واحد. على سبيل المثال انا هختار برضو نفس الملفين، بعد كده هدخل على اظهار الملفين. هتلاقي بانه بيقول لنا بان الملف الاصلي كان موجود فيه اسم الطالب احمد طارق سمير، والملف الثاني كان موجود فيه اسم أروى سامي نجيب. بيجمع لك الملفين في الملف اللي تم المقارنة فيه. أنصح دايما بالاستفادة من الخاصية ديت في المقارنة ما بين ملفين لتتبع التغيرات اللي حصلت ما بين الملفات. طبعا لو الملف بتاعنا أكبر من كده هتلاقي بأنه جايب لك كل التعديلات اللي تم تعديلها داخل الملف، وبيعرضها لك واحد واحد. طبعا تقدر بانك تتبع التغيرات من خلال انك تعمل نيكست فتشوف ايه هي التغيرات اللي موجودة، او انك ترفض تغيير او انك تقبل التغيير ده وتتعامل معاها بشكل طبيعي جدا. بكده تكون انتهينا من شرح كل ما يتعلق بمقارنة الملفات. بنشكر حضراتكم ونتمنى الجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.